فكره جميله، عامله دور حنه، شخصيه حنه ده دور شعبي. مش عايزه احرق الاحداث قوي، بس المفروض ان انا بحبه ومرتبطه بعزوز اللي هو شخصيه رامي، استاذ رامي غيث طبعا. الاحداث حلوه وفي سسبنس وفي كوميدي، وهشوفوا حاجه مختلفه. طب كلميني عن الكواليس. والله الكواليس حلوه، واحلى حاجه في اللوكيشن ان الناس فيها طاقه ايجابيه وبيحبوا بعض، يعني من الكرو الاخراج للتصوير للانتاج للممثلين، طبعا كل الممثلين متعاونين جدا وحابين بعض، وبنقعد نراجع بالمشاهد وبنقعد نشتغل على كل مشهد. واستاذ رائد المخرج المحترم طبعا قمه في الادب وقمه في الاحترام وذوق وشيك وكده، حاجه ما جاتش. اكتر مشاهدك مع مين؟ مع استاذه حنان يوسف والاستاذ رامي غيث، وطبعا بقابل في الاحداث استاذه دومينيك والفنانه ايناس، يعني بنقابل كل الممثلين بيقابلوا بعضهم بس بشكل مختلف على حسب كل شخصيه وكل دور.